انا وياك بذا الشوف مذهلي ولا تفيد البطن وناته، ولتجنب هذه الونات على الزرب وطنف لك صخل وتتبيل بهارات مشكلة وملح وزيت زيتون وليمون على صينيه الفرن صف صف، ومن البستان اهدى ورتين من البصل والثوم، ولا تهمل اكليل الجبل. في القاع صب ماي وغلفه برك زبده وقصدير، وعلى الفرن ساعتين نار فوق وتحت. الوالي من بعيد ينظر وينتظر، فسوي منه عيش مشخول ويبدا بالحشوه الاولى شحم وكبد وكرش، بصل وثوم وفليفله وفلفل بهارات مشكله وملح دبس رمان، والثانية بصل وثوم وفلفل وفليفلة وزبيب، وفي الجدر حط نص العيش والحشوة حشيش، وحط باقي العيش بهارات مشكلة وزعفران ازرق شو زبيب. لا تهمل السمن وغطى عليه على نار هادية، ولسلطة الروب تفاصيلها اسفل الفيديو، خلطة عالمية. ارحب ورحب ترحب المطر بالوالي، لانه في كل مرة يبدع ولا يبالي، واللحم بعد ساعتين من المدح قصائد لن توفيه، لكن هناك بطونا تنتظر لكي تطويه. على حشوة الكبدة الزرش والمكسرات لمسة فنية بأصوات موسيقية بتخلي أمورك سنتافية، وعلى الضيوف معتدل سر. قم على هبي بصحنك بطعمينا ولا تبقي بطونا برغد يا عينا يا حيك. تفضل تفضل تفضل.